ملعب يحتضن مباراة القمة لحساب الجولة السادسة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي بين زوز ملاعب بين ملعب 15 أكتوبر ببنزرت وملعب مجاز الباب. ويبدو أن النية متجهة إلى ملعب مجاز الباب في انتظار اليوم العشية جلسة أمنية في بيجا، والأقرب كما قلت ممكن الاحتضان المقابلة هذية باش يكون ملعب مجاز الباب. ملعب مجاز الباب إذا كان المقابلة باش تلعب فيه باش يكون دون حضور جمهور، علاش؟ لأنه الملعب غير مؤهل لاحتضان الجماهير، هو موجود في حي سكني. انتظروا بطبيعة هذه كل الأخبار على الأقل اللي تأتينا من بيجا في انتظار التعرف كما قلت على الملعب اللي باش يحتضن أهم مقابلة منتظرة إن شاء الله يوم السبت لحساب الجولة السادسة. اليوم أيضا موعد الجلسة العامة التقييمية للأولمبي البيجي، الموعد باش يكون الأربعاء وممكن يقترب رقم الميزانية ل 3.4 مليون دينار. التفاصيل الكل إن شاء الله ناخذوها مع الجلسة العامة التقييمية للأولمبي البيجي. شكر كبير لزميلي هيكل بحلوس التفاصيل اللي تهم لقاء الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي. المقابلة هذه كما قلت باش تلعب نهار السبت 26 اكتوبر، الموعد ماضي ساعتين ونص لانه نقدموا في التوقيت بنصف ساعة توقيت الشتوي. بقية المقابلات نجم المتلوي ضد النجم الساحلي، اتحاد تطاوين شبيبة العمران، 5:30 ترجي راضي تونسي ضد النادي راضي البنزرتي، نهار الاحد الملعب التونسي مستقبل جابس، مستقبل سليمان اتحاد بن قردان، والاتحاد راضي المناسيري ضد قاوي في القفص. المقابلات هذيا ماضي ساعتين ونص، بينما مقابلة نادي صفاقسي وترجي جرجيس تلعب في حدود الساعة الرابعة. الجديد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ووضعية المدرب كاردوزو، الوضعية متاعو بطبيعة كما تعرفوا وضعية غير مستقرة. المدرب هذية في حوار ونقاش مع هيئة الترجي الرياضي التونسي حول الوضعية المالية، لأنه الترجي يحب يخرج بأخف الأضرار مع كاردوزو بعيدا عن قضايا الفيفا والضرر لفريق الترجي الرياضي التونسي. المهم الترجي باش يكون على موعد مع مدرب جديد بين التونسي وبين الأجنبي، فما شكون يقولوا أنه مدرب أو شكون يحب تبيع في جمهور الترجي الرياضي التونسي مدرب تونسي يعرف الوضعية الحالية، يعرف الفريق ويعرف البطولة التونسية، وبين أنه الترجي يرغب في مدرب أجنبي خاصة عنده استحقاقات كبيرة سواء على مستوى القارة وإلا على مستوى عالمي بالنسبة لمونديال الأندية في الصيف. اخر الاخبار انه المدرب باش يكون في لقاء نادي راضي البنزرتي اسكندر القصري، اللي هو في العاده ديما الترجي الرياضي التونسي يكون موجود معاه المدرب اسكندر القصري سواء كمدرب سواء كمسؤول على الشبان، ديما ما بعدش بطبيعه على حظيره الترجي الرياضي التونسي في انتظار بالتاكيد الساعات القادمه تجيب ممكن تفاصيل اخرى حول مدرب الترجي الرياضي التونسي. تونس والجامعة التونسية لكرة القدم تشارك في أديس أبيبا في اجتماعات الجمعية العمومية، واللي بالتأكيد هامة جدا لأنه باش يصير فيها تنقيحات بالنسبة لمجموعة من القوانين. وآخر الأخبار، البلدان بطبيعة اللي تحب تكون موجودة كمنظمة لكأس إفريقيا اللي كان 2029، أديس أبيبا نفسها أثيوبيا ما دام الجمعية العمومية منتظمة عندها فهي قدمت الترشح نتاعها لتنظيم كان 2029. دوري أبطال إفريقيا للسيدات في المغرب من 9 ل 23 نوفمبر، وتحكيم التونسي باش يكون ممثل بالحكمة هدى عافين كحكمة رئيسية ودرسة في القنواتي كحكمة فار. نقدم في الجو الإفريقي وانتظار الإعلان الرسمي على قرار ما يعرف بأزمة لقاء ليبيا نيجيريا بعد مغادرة نيجيريا للتراب الليبي قبل إجراء المقابلة. وموتيبي رئيس الكاف كان تحدث على الوضعية هذه وصفها بغياب الروح الرياضية واسترجع فترة الكورونا، لأنه قال وقتها فما نوادي وفما منتخبات تسافر وقتها إذا كان ما يحبوهمش يلعبوا، هاكا يقول لك 10 ملاعبية 9 ملاعبية مصابين بكورونا وقت هما جايبين وثيقة تقول أنهم في حالة صحية جيدة، وهذه كما قلت وصفها بغياب الروح الرياضية وقال أن الوضعية ما زالت قيد التحقيق. غدوة في الباسكيت البرو آل جولة ثامنة، جولة هامة بعد وجود شبيبة القيروان في الصدارة مع نادي الإفريقي والتي حضر هذا المنسيري كما قلت الترتيب في ثلاثة في المرتبة الأولانية. غدوة الإفريقي ضيف على شبيبة المنازه، المتصدر شبيبة القيروان مع نجم حلق الويد، اتحاد الأنصار مع الدالية الرياضية بجرومبيليا، النجم في دربي مع الاتحاد الرياضي المنسيري، والنجم الراتي يستقبل نادي كورتسلا بالمهدية.
حدث الليلة عودة تشامبيونز ليغا الأوروبية دوري الأبطال من خلال الجولة الثالثة. عنا زوز مقابلات يتلعبوا ستة غير بوع، ميلان ضد كلوب بروج البلجيكي، وموناكو يلعب ضد سيرفينا السربي. بقية المقابلات ينطلقوا في حدود الساعة الثامنة. الجمعة الجاية باش نقدموا بالتوقيت، نوليو 9 بطبيعة أوروبا تقدم بساعة. أرسنال تلعب ضد شختار الأوكراني مع لاعبنا التونسي علي غرام، أستون فيلا ضد بولونيا الإيطالي، يوفي يلعب ضد شتوتغارت، والبي إس جي ضد بيزفي أينتهوفن. القمة ويني؟ القمة الليلة الريال ضد بروسيا دورتموند، وكما تعرفوا الريال ما هيش هي المتصدرة، اللي هي لبرشلونة في الصدارة. بتبيع فرق أخرى تحصلت على 6 نقاط كما بروسيا دورتموند، يعني زوز انتصارات. ثم نقوم مانشستر سيتي ب4 نقاط مع أرسنال، والبقية يجيوا في المرتبة الثالثة ب3 نقاط بايرن ميونخ الريال وبرشلونة. والقمة غدوة المنتظرة، برشلونة ضد فريق بايرن، مانشستر سيتي ضد سبارتاك تشيكي، وليفربول يلعب ضد لايبزيك. نرجع لمانشستر سيتي وأخبار عن إضافة غوارديولا لسنة جديدة وقرب التوقيع للعام 9 مع الفريق. البارح للناس اللي ما شافتش مقابلة كبيرة من دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي والعين الإماراتي، 9 أهداف كاملة في المقابلة، فاز فيها الهلال السعودي 5-4. هو حتى عمليه كانت فيما برشا أهداف، 6 أهداف كاملة كانت نتيجة وقتها لفريق العين الإماراتي، كما نتائج برشا أندية بين الإمارات المنافسة والسعودية ديما المنافسة كبيرة وفيها أهداف. قلت اللي ما شافش المقابلة يلزم يرجع ويشوف الإثارة نتاع مقابلة الهلال والعين. السد فاز على بيرسيبوليس الإيراني بهدف لصفر. اليوم تتواصل بقية المقابلات، الغرفة القطري ضد الوصل الإماراتي، واستقلال طهران ضد النصر السعودي. في انتظار الاسم رقم 32 للفريق الأخير اللي باش يسجل حضوره في النسخة الأولى من مونديال الأندية، واللي ممكن تكون النسخة الأولى والأخرانية، مع معارضة بتبيعة مسؤولية النوادي الأوروبية. لكن إنفانتينو يمشي كلمته على الأقل في النسخة الأولانية. قلت مازال فريق وحيد باش نتعرفوا عليه مع نهاية الكوبا ليبرتادورس، والليلة في الليل مقابلات الأدوار النصف النهائية. نفس الأسماء كالعادة، أتلتيكو مينيرو البرازيلي يلعب ضد ريفر بليت الأرجنتيني، وبوتافوغو البرازيلي يلعب ضد بينارو من الأوروغواي. الاسم رسميا نتعرفوا عليه في الدورة النهائية اللي باش يكون موعده آخر شهر نوفمبر. هكا وصلنا معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طلبي.